هذا الشرفاء للإنسان بزاوية الوباء له تجديد بتجديات هذا الحديث الشريف الذي هو إشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الذين منذ أن قدم الإسلام إلى بلدنا والحمد لله فتحوا له قلوبهم وبالتالي يقول العلماء إن الإسلام لم يفتح أو لم يفتح المغرب وإنما المغاربة هم الذين فتحوا قلوبهم لدين الإسلام. الله عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يجعل هذا البلد مجتمعا في كلمته وأن يبعد عنا كل خلاف وكل شقاق وأن يحفظنا ويمد في أمور أمير المؤمنين الذي يسعى إلى تنمية هذا البلد ويسعى لهذا البلد. أسأل سبحانه وتعالى أن يحفظه في حفظه وثقاله وأن يحفظه في صحته وأن يطلع عينه لولي العهد الأمير جليل والحسن وأن يشوف أصدق رجالته بأخيه الأمير جليل والرشيد. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.